كلمة أخيرة الحقيقة قبل ما أختم مقدمة الحلقة النهاردة لمحمد الشناوي، ارمي ورا ظهرك ورا ظهرك، دي رسالة الحقيقة اللي كتير من جماهير النادي الأهلي وجهتها في رسالة دعم مباشرة وواضحة لنجم النادي الأهلي. كنت ولا زلت حارس مرمى الأول في مصر، وكنت ولا زلت حائط الصد والأمان للنادي الأهلي، كل جماهير النادي الأهلي واثقة فيك، وإذا كان في غلطة صغيرة أعتقد أنها هتكون سبب في زيادة تركيزك وفي قدرتك على حسم مزيد من البطولات إن شاء الله الموسم ده للنادي الأهلي. محمد الشناوي، كل التحية من جماهير النادي الأهلي.